أكثر من أسبوع على انطلاق الاحتجاجات الإيرانية، الشرارة بدأت في مدينة مشهد، وهي مدينة مكتظة بالسكان تقع شمال شرق البلاد على الحدود مع أفغانستان. بعدها توسعت رقعة الاحتجاجات إلى مدن أخرى بينها يزد ونيشابور وشهرود وكشمر، فيما نقلت مواقع إلكترونية إيرانية أن قوات الأمن ردت بعنف، عنف لم يكن قد بلغ أقصاه بعد إلا في اليوم الثالث حين ازداد الشارع اشتعالا وسجل أول قتل المظاهرات في مدينة دورود بمحافظة لورستان في كردستان إيران. أما في اليوم الخامس وحده فسقط 9 بينهم متظاهرون وشرطي وعنصر حرس ثوري، واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وألقت الشرطة القبض على المئات. دخل اليوم السادس ولا شيء يوحي بتهدئة من الحكومة الإيرانية ولا تباطؤ في حراك الشارع وغضبته، فالحراك وصل إلى ما يفوق 70 مدينة. وضع بقي كما هو إلى أن حل اليوم الثامن. قوات الأمن باتت أقرب إلى بسط سيطرتها، إذ كثفت انتشارها في شوارع العاصمة الإيرانية، فيما تحولت الاحتجاجات إلى تجمعات منفصلة في مناطق متفرقة من البلاد.